السلام عليكم. هاد الحلقة هادي ان شاء الله خاصة بالمطبخ وبالحلويات وداكشي. غادي نصاوب لكم ماك فلوري ديال اللي كتشوفوه ماكدونالد بثمن زوين كيتلقى منا، ونصاوبو في الدار بلاصة ما تاكلوه بوحدك في ماكدو، غادي تاكلوه انت والعائلة. تابعوا معنا الفيديو باش تشوفوا داكشي ساهل ماهل ولذيذ. حاجة باش غادي نبداو نخدمو كريم شونتي بطريقة زوينة وسهلة. هاد المول اللي نخلطو اللي نطربو فيه هو وهاد لي بياس ديال التراب راهم كيتحيدو، نديروهم في التلاجة في المجمد باش يبردو. غادي تعرفو علاش من بعد، حيت غادي يعاوننا على حساب كريم شونتي باش تطلع فيه السهل. الآن غادي نفوتو ديريكت باش ما نطولش عليكم ويكون داكشي مفيد. غادي نفوت الأدوات والمقادير اللي تحتاجوهم، راهم موجودين في أي سوبر ماركت أو مرجان أو شي لعيبة. المهم اول حاجه غادي تختاروا اللي بغيتو نتوما، يا كريم شونتي ولا لي غلاسي، هادو وحده بيهم ماشي ضروري يكونوا بجوج. حنا ان شاء الله غادي نخدموا معكم الان كريم شونتي وتشوفوا داكشي كي غادي يطلع. حاجه ثانيه، شي حليب مركب ماذا بيكم يكون بارد، تكونوا دايرينو ديجا في الثلاجه. وغادي نحتاجوا هاد البوريتيما خراف، في الغالب كنديروها بلا سكر. وغادي نحتاجوا واحد شويه ديال السكر غلاسي، غادي نحتاجو واحد دانونا جوكي عادية، هادي تقدروا تعوضوها بشي حاجة أخرى. ماك فلوري كيما شفتو دايما كيكون مزيين بشي حاجة من الفوق. كاينة هادي حنا سنيكر، كتجيب زعما صراحة كتعطي واحد المنظر ولا المذاق رائع. ولا ما كانش عندكم سنيكرز ولا شي مزينات ولا شي لعيبة، تقدروا ديروا شي كاطوي هذيك ديال الدرهم. قد تكونوا ديجا وجدتو بعدا فاش تحطوا المسائل ديالكم. باش ما نطولوش عليكم نمشيو ديريكت للطريقة ونبداو بالخدمة. نفرغو كريم شونتي في الطراب، وكاس واحد ديال العنبه ديال الحليب نخويو تما. الان بعد ما كنا كما قلنا كانوا تجمدوا هادو وبردوا شويه، غادي نخلطو بالطراب كما كتشوفوا. هاي كما كتشوفوا الان معانا نطربوها، خصها مده طويله. هي بدات كتولي كريمه، بدات كتطلع، وديك البرودة ديال داك التراب كتعاوننا حتى هي باش راها تطلع في السهل. هاهي الكريمة ديالنا طلعت، ودركا يجي الدور ديال الحليب المركب الغير محلى باش نضيفوه لهاد الكريمة ديالنا. نفس الوقت اللي حنا كنخويو الحليب نفس الوقت اللي كنخلطو فيه. ومن الافضل باش هاد العمليه تكون مزيانه وخفيفه تساليوها التراب طبعا فيه السرعات بزاف، من الاحسن ديروا السرعه القصوى باش داكشي يكون خفيف وخفيف تسالي. في الوقت اللي رانا خدامين كنطربوا في الفرن، غادي نضيفوا واحد جوج ملعقات ديال السكر كلاصي في الخليط ديالنا. غادي نخويو ديك الدانونه اللي قلنا زوكي، نضيفوها حتى هي للخليط. الان غادي يجي الدور ديال ديك سنيكرز اللي قلنا لكم ولا شي مكسرات، غادي نضيفوها للخليط ديالنا باش تخلط معاه باش يجي داك الشيء كيزيد. صراحه هو اللي كيعطي واحد النكهه زوينه بزاف من بعد. الان غادي نخويو الشيا في نفس الوقت اللي كنطربو فيه. غادي نفوتو للخطوه المواليه، من بعد ما طربنا وطلعت الكريمه كما كتشوفوا الان، صافي غادي نحبسوا الطراب وغادي نشدوا السلوفان وغادي نغطيوه مزيان ونديروه في الكونجيلاتور واحد على حساب ساعتين. كما قلنا لكم من بعد ساعتين ديال الوقت نجبدو داك الماك فلوري ديالنا اللي درناه، هو شحال ما جمد شويه شحال ما جمد مزيان، ولكن تقريبا كما كتشوفوا راه جمد. كنعمرهم بهذه الطريقه هذه باش يجي الشكل ديالهم كريمي.
الان من بعد ما عمرنا دوك الاكواب كيجي الوقت ديال التزيين تاع الزواق. كما قلنا راه هذيك الكاطويه ديال الدرهم قادر الغرض باش نزوقوا بها الا ما كانش عندكم باش تزوقوا. صافي نزيدو ندردرو فوق هذا اللعيبات والمكسرات اللي عندكم واجدين. كما شفتوا هذه هي النتيجه الاخيره. ماك فلوري منزلي 100% وبوسائل بسيطة جدا. هو القوام ديال ديك الكريمة كيفاش كيجي شحال بنين صراحة ما كرهتكمش قاعد تجربوا هاد الوصفة هادي حتى شخص بعد انا كتعجبني بزاف ودائما تقريبا كنصاوبها للعائلة واليوم فكرنا باش نشارككم بها ونتمنى تكونوا استفدتوا منها. وتحية كاع الناس اللي يشوفوا الفيديو يخليونا شي تعليق زوين. وهكا كما كتشوفوا سالينا الوصفة ديال ماك فلوري بلاص ما تاكل بوحدك في بثمن كبير في ماكدونالدز. غادي تجيب دوك الحوايج كاملين بقل بنص الثمن وتاكل انت والعائلة كاملة. ونتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفة وتجربوها تردوا علينا في التعليق ديالكم. والسلام عليكم، تنتلاقاو في وصفة اخرى.